السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامجكم هنا البحرين من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. المحافظة الجنوبية تقيم حفل تكريم للجهات الداعمة مع كافة الفعاليات والمناسبات التي أقامتها المحافظة خلال عام 2022. جامعة البحرين تحصل على المرتبة الأولى على مستوى مملكة البحرين في تصنيف الجامعات العالمي للاستدامة للعام 2022 جرين ماتريك. وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعلن عن تنظيم أضخم عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أقامت المحافظة الجنوبية حفل تكريم الجهات الداعمة والمتعاونة مع كافة الفعاليات والبرامج والمناسبات التي أقامتها المحافظة خلال العام 2022، وذلك بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية والعميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن جهود جميع الجهات تصب في دعم مفهوم الشراكة المجتمعية والتواصل مع مختلف القطاعات لتحقيق المشاريع التنموية وإشراك الأهالي في كافة الفعاليات والبرامج التي تقيمها المحافظة بما يتناسب مع دور المحافظة في خدمة المجتمع. هذا وقد تضمن الحفل استعراض فيلم قصير يروي إنجازات المحافظة الجنوبية وما حققته خلال العام من إنجازات ومبادرات هادفة في المجال الأمني والتنموي والاجتماعي. أثنى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم على التعاون المثمر لمجالس الآباء وأولياء الأمور مع المدارس في تزويدها بجميع ملاحظاتهم على نظام التقويم المطبق في العام الدراسي الجاري، والذي ساعد الوزارة على إدخال عدد من التحسينات على النظام، وبما لا يؤثر على جودة ودقة عمليات التقويم، ومن بينها عدم تكليف الطلبة بطباعة المهام المكلة إليهم في المكتبات، والاكتفاء بكتابتها وإرسالها إلكترونيا أو كتابتها وإرسالها يدويا إلى المعلمين بحسب المرحلة أو أي وسيلة متاحة أخرى لوضعها في ملف الطالب، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على الطلبة وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى تقليص عدد الأنشطة التقويمية وتقليل عدد المهام المكلف بها كل طالب، مؤكدا سعادته أن الكثير من التحسينات على هذا النظام التي تصب في مصلحة الطلبة سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من بلورتها ودراستها بالتعاون مع مجالس الآباء وأولياء الأمور والمعلمين في الميدان. حصلت جامعة البحرين على المرتبة الأولى على مستوى مملكة البحرين في تصنيف الجامعات العالمية للاستدامة للعام 2022 جرين ماتريك، وعلى المرتبة 63 بعد 300 على مستوى العالم من بين 1050 جامعة تقدمت لهذا التقييم. وحصلت جامعة البحرين على نقاط متقدمة جدا في ثلاثة محاور مهمة من محاور التقييم الستة، وهي البنية التحتية وإدارة المياه والتعليم. وبناء على هذه النتيجة تكون جامعة البحرين قد قفزت 95 موقعا مقارنة بتقييم الجامعة للعام الماضي 2021. ويعكس التقدم الذي حققته جامعة البحرين في هذا التقييم نجاح الجامعة في إدخال تدابير استراتيجية أحرزت أهداف التنمية المستدامة في جوانب أنشطتها الجامعية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة حنان بوفلاسة رئيس قسم الفيزياء رئيس لجنة العمل على تصنيف الجامعة في جرين ماتريكس العالمي للجامعات. مساء الخير دكتورة، بداية بماذا ينعكس هذه التقييم على جامعة البحرين؟ مساء النور. هو التقييم بشكل عام ينعكس على الجامعات بشكل طبعا إيجابي،
لأنه يساعد الجامعات إن هي توصل إلى كونها جامعات خضراء. وخلنا نوضح الموضوع بشكل أكثر. إحنا نعرف أن البحرين طبعاً بإعلان سمو ولي العهد الخاص بشأن اللي هو الحياد الصفري يضع يعني على عاتق جميع المؤسسات أن هي تضع كل خلنا نقول الاستراتيجيات والمبادرات أنها تحاول أن تصل إلى هذا الحياد الصفري. يأتي أحد طبعاً هذا الكلام خلنا نقول الحياد الصفري شامل بشكل كبير لكنه يصب في هذا التصنيف. فإحنا من خلال هذا التصنيف نستطيع أن احنا نقيم مركز جامعة البحرين، بالإضافة نقيم المبادرات اللي احنا نقوم بها، نقيم الخطط المطبقة في الجامعة. والجدير بالذكر هي نقطة جدا مهمة، جامعات اللي عندها انفراستراكشر أو بنية تحتية تعتبر قديمة مقارنة بدول أو خلينا نقول بجامعات حديثة دائما يكون صعب تنفيذ هذه الخطط. فكون جامعة البحرين استطاعت إن هي تقفز 95 موقع في هذه الفترة كان يعني نوعا ما أعطانا نوع من الطمأنينة إن احنا متجهين في الاتجاه الصح، وإن شاء الله إن نقدر إن احنا أيضا نكون يعني ننجز أكثر في ذي المجال ونخلي الجامعة تحقق أهداف الاستدامة البيئية في ذي المجال. طيب دكتورة، ما هي التدابير الإضافية لتحسين مستوى الاستدامة؟ احنا طبعا بالنسبة حق جامعة البحرين حاليا النقاط اللي كنا قويين جدا فيها اللي هو الانفراستراكشر طبعا البنية التحتية للجامعة والمياه وايضا التعليم، ولكن يعني هذه مو ان احنا نطمح ان شاء الله ان نكون في المراكز العشرة الاولى باذن الله، دائما يكون عندنا هذا الطموح ان نكون في هذه القمة، وراح نسعى ان احنا ايضا نتطور في ذي الجزئيات. ولكن عندنا جزئيات نعلم ان فيها يحتاج الى تركيز، مثل عندنا في اداره النفايات وبالنسبه الى المواصلات وبالنسبه الى الطاقه. وهذه يعني خلينا نقول الهدف اللي الحين نسعى اليه ان نشوف كل المبادرات اللي ممكن تساهم في تقليل النفايات في جامعة البحرين، نفايات الصدى طبعا هذه كثير من المؤسسات الموجودة في البحرين وعلى مستوى الدولة، هناك توجهات إلى تدوير المخلفات الصلبة وفرزها وهذه الأمور، وبيكون احنا بدأت جامعة البحرين ولكن راح نسعى أن يكون الموضوع بشكل أكثر. نعم. في ذي الجزئية هذه أحد الأشياء، طبعا بما في ذلك المواصلات وأيضا مجال الطاقة. طيب، ما هي خطط جامعة البحرين المستقبلية في جوانب تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد والبيئة في الأعوام القادمة؟ هو أكيد الجامعة خلينا نقول عندها الخطط تنقسم إلى أكثر من جزئية. في الجزئية اللي لها علاقة بالبنية التحتية لازم يتم النظر فيها. نعم. عندنا جزئيات لها علاقة بالمبادرات، والمبادرات هي تنقسم إلى شغلتين، تنقسم إلى مبادرات داخلية داخل الجامعة ومبادرات أيضا تقوم بها الجامعة مع المجتمع، وهذه أيضا يقاس في الجرين مترك. ما هي يعني المبادرات اللي تساهم أن تكون الجامعة لها دور فعال في تغيير خلينا نقول الوعي بالنسبة حق المجتمع فيما يخص الأمور البيئية؟ وفي أيضا شيء جدا مهم أن احنا نحطه في الاعتبار أيضا اللي هي طريقة أو وضع القوانين الصحيحة اللي تسهم في حماية البيئة سواء كانت داخل جامعة البحرين أو خارج الجامعة. نعم. فهذا إن شاء الله راح يكون من الأمور اللي إن شاء الله نأمل أن نشتغل عليها بإذن الواحد الأحد، ومع إدارات الجامعة طبعا يعني تضع يعني في يعني هذا الموضوع عنده يعني أهمية كبيرة جدا. نعم. وإن شاء الله إن شاء الله إن احنا نقدر إن نخلي الجامعة تتقدم أكثر بإذن الله. كل التوفيق لكم دكتورة حنان البوفلاسة، رئيس قسم الفيزياء، رئيسة لجنة العمل على تصنيف الجامعة في جرين ماتريك العالمي للجامعات. شكرا لك. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. مطار البحرين الدولي يكرم بل يكرم ضمن فعاليات جوائز التسهيلات الخاصة بذوي الحركة المحدودة في المطارات العام 2022.
أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن برنامج حافل بالتشويق والترفيه للاحتفالات رأس السنة الميلادية في 31 من ديسمبر الجاري، والتي ستكون الأضخم على الإطلاق على مستوى مملكة البحرين. وسيتم تنظيم عروض ألعاب نارية في مواقع مختلفة تشمل كل من حديقة الأفنيوز، شاطئ مراسي، ووتر جاردن سيتي. وسوف تضم احتفالات ليلة رأس السنة العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، كعروض الدرون وعروض موسيقية وعروض الضيافة من عدة مطاعم ومقاهي، إضافة إلى استضافة مسرح دانا في الصخير حفل منسق الأغاني العالمي مارتن جاريكس. كرم مطار البحرين الدولي ضمن فعاليات جوائز التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في المطارات للعام 2022، والتي أقيمت على هامش النسخة 7 من المؤتمر السنوي لقادة خدمات ذوي الحركة المحدودة في المطارات الذي عقد في لندن، وذلك تقديرا لالتزام المطار الراسخ بضمان تمتع المسافرين ذوي الحركة المحدودة بتجربة سفر غاية في السلاسة دون أي عناء. وبهذا وجاء مطار البحرين الدولي ضمن 3 موانئ جوية رائدة حصلت على هذه الجائزة المرموقة، التي تحتفي بالجهات المشغلة التي تسعى إلى تقديم أفضل خدمات وتسهيلات لذوي الحركة المحدودة. وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين الدولية السيد محمد يوسف البن فلاح بأن قطاع الطيران يلتزم دائما بتقديم خدمات نقل جوي آمنة وموثوقة تلبي احتياجات مختلف شرائح المسافرين. أفاد الباحث الفلكي محمد رضا العصفور أن مملكة البحرين تترقب بمشيئة الله تعالى دخول فصل الشتاء فلكيا، أو ما يعرف بالانقلاب الشتوي، اليوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر 2022. وبين العصفور أن فصل الشتاء يعتبر أقصر فصول السنة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويقابل ذلك فصل الصيف الذي يعتبر أطول فصول السنة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وتكون مدة كل منها 88 يوما و23 ساعة و36 دقيقة. وأضاف العصفور أن طول النهار في أول أيام فصل الشتاء في مملكة البحرين سيكون 10 ساعات ونصف، بينما يصل طول الليل إلى 13 ساعة ونصف، مسجلا بذلك أطول ليل وأقصر نهار خلال العام. ولطقس محافظات مملكة البحرين. نهاية البرنامج المزيد من الأخبار، يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقي برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.